الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن البنك المركزي العراقي فشل في تأسيس علاقات مصرفية رصينة مع القطاع العالمي والإقليمي، وقال الخبراء إن المصارف التخصصية غير مهيئة بالدرجة الكافية في إقامة علاقات مع الجهاز المصرفي العالمي، لأنها بقيت لعقود طويلة ضمن أدوار محلية، أي ليس لها خبرة، فضلاً عن وضع المصارف العالمية المتطور جداً خاصة في ملف البنوك الصناعية والزراعية وبقية البنوك التخصصية. أقر البنك المركزي العراقي بوجود سوء استخدام للبطاقات الإلكترونية خارج العراق وتسخيرها لطرق مالية احتيالية، وقال البنك إنه في الآونة الأخيرة لوحظ إساءة استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق وخلال فترات قصيرة، ما يؤثر ويضر بالقطاع المالي والمصرفي وعملائه بالعراق. وحذر البنك المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني من الصفحات الوهمية المنتشرة بالآونة الأخيرة والتي تستدرج المواطنين للحصول على معلومات بطاقاتهم مقابل وعدهم بتقديم خدمات ليس لها أساس من الصحة. كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني أن كردستان العراق يحتاج إلى 930 مليار دينار شهرياً كي يتمكن من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وقوات البيشمركة والرعاية الاجتماعية، وأضاف أن المبلغ الذي ترسله حكومة بغداد البالغ 618 مليار دينار إضافة إلى مبلغ 320 مليار دينار من عائدات المنافذ الحدودية ومبلغ 23 مليار دينار تبرعات التحالف الدولي للبشمركة، وهذه الأموال بالكاد تكفي لتوزيع الرواتب. قالت شركة جينال إنرجي إنها اضطرت إلى خفض الأنشطة غير الضرورية بشأن إنتاج وصادرات النفط لخفض النفقات، وأن كردستان العراق مدين لها ب 107 ملايين دولار كمستحقات مالية. وأضافت الشركة أن الدين المتبقي مخصص لمبيعات النفط في الفترة من تشرين الأول عام 2022 إلى شهر آذار عام 2023. وأكدت انخفاض حجم الإنتاج النفطي في عام 2023 إلى نحو 12500 برميل يومياً، مؤكدة أنها حصلت على أكثر من 100 مليون دولار كمستحقات عام 2023، وسرحت ثلثي العاملين في كردستان. سجل التومان الإيراني انهياراً جديداً أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، ووصل سعر كل دولار أمريكي إلى 554 ألف تومان، فيما وصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 750 توماناً، وسعر اليورو إلى 6300 تومان. وتسارع ارتفاع سعر الدولار في السوق الإيرانية المفتوحة بعد تزايد التوتر في العلاقات بين إيران وباكستان والهجوم الصاروخي المضاد الذي شنته إسلام أباد على الأراضي الإيرانية. وهذه انتقالة إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز بأمان الله.